ليلى نادية بتتصل ارد؟ رد قول لها هكلمها كمان شوية. اوكي يا حبيبتي. الو، ايوه نادية، ازيك؟ انا تمام الحمد لله. لا، ليلى في الحمام، اول ما تخرج هتكلمك. اوكي، باي، مع السلامة. نادية كانت عايزة ايه؟ ما قالتش حاجة، قلت لها ليلى لما تخرج هتكلمك. تصدق البت دي دماغ قوي. بقولك ايه يا يوسف، ينفع اقابلها النهاردة؟ طبعا، انا ما عنديش اي مانع. بجد؟ يعني انت موافق ان نخرج معاها النهاردة؟ اخرجي. اوكي، اروح بقى اكلمها. لا لا لا، ما تكلميها هنا. اوكي، اكلمها هنا. الو، ايوه حبيبتي، وحشتيني قوي. ايه ده بجد؟ رباب كمان هنا؟ فين؟ في شقة دينا يا ولاد اللذينة. هقابلكم النهارده، ده احنا هننموا شوية نم. ماشي يا حبيبتي، اوكي، يلا جايالك. باي يا روحي. ميرسي يا حبيبي. يا لهوي البوتاجاز! اهلا اهلا يوسف صاحبي وحبيبي. ايه يا عم الغيبه الطويله دي؟ ما عليك حق صراحه، ده انت عريس. خلفت ولا لسه؟ تصدق ان انا زعلان منك؟ يعني انت مش هين عليك ترفع سماعه التليفون وتتصل بحبيبك وتسال عليه؟ حبيبك اللي انت اكلت معاه عيش وملح وعشت معاه سنين طويله واتجوزت مراته. عايز مني ايه بالظبط يا طلعت؟ عايز ايه بالظبط؟ يا عم انا مش عايز حاجه، انا عايزك سعيد ومبسوط. لو عجبك الموبايل ده اعتبره هدية جوازة. الرسالة دي ليلى اللي بعتها صح؟ اوعى تقول الكلام ده. لا، دي ليلى دي اشرف مش شرف، دي ست الستات. طب ده انا مرة بعت لها واحد صاحبي عشان يصالح بينا، راحت اتجوزته. ما تكلمي زي ما بكلمك يا طلعت. اكلمك ازاي؟ نزل ايدك، اعقلها انت بقى وفكر. ما ترد عليا يا اخي، انا بكلمك. ما تكلمني. اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يا يوسف؟ اقول لك الحقيقة. انت عبيط وساذج واهبل عشان احنا استخفيناك واكلناك الحلاوة عشان تسيب المكتب وتطلع من مول البلحمص وبعد كده تتطلق منك وتتجوز حبيبها الاولاني يا اخي. ما تقولش كده يا اخي، كفاية. اتفضلي يا رباب. ماما، يا ماما، ماما راحت فين الست دي بس؟ ايه ده؟ يا ناسية موبايلها هنا. طب الحمد لله ان انا اطمنت عليها، انا كنت قلقانه قوي. اقعدي يا رباب واقفه ليه؟ اقعدي يا حبيبتي. طب الحمد لله ان هي بخير. الحمد لله ان احنا جينا. بالمره بقى اخد كام حاجه كنت ناسيها وكنت قلت اجي اخدها. خليكي قاعده. الو، لا والله انا مع ليلى. اصلها كانت قلقانه على امها، كانت بتتصل بيها ما كانتش بترد.
رحت معاها. ايه؟ طب خد إيه؟ خد هي معاك اهي. ايه يا عم مجدي؟ انت على طول متعصب علينا كده؟ لا والله، انا اللي عديت عليها واخدتها من غير ما كانت تعرف اصلا احنا رايحين فين، عشان خاطر ماما بس، كنت قلقانه عليها قوي. لا بقى، انا عارفه انك صعيدي جوي يا ابوي وطيب وجدع. طب بقول لك ايه، ما تعدي تاخدها. اه اصلا انا هفضل قاعده مع ماما شويه، وما ينفعش يعني تسيب مزدتك كده تنزل لوحدها بالليل. ماشي، اول ما تبقى تحت البيت اديني رنة بس وانا هنزلها لك في باراشوت. ماشي، سلام، مع السلامه. قال لك ايه؟ ولا حاجه، كبته على رجليا بالهداوه. بقول لك ايه يا رباب، الرجاله دول ليهم خريطه كده في التعامل. اه والله، يعني لما تلاقي الراجل من دول متشعنن هدي انتي، تلاقيه بارد خليكي لوح تلج، يعني من الاخر ما تحطيش نار على نار عشان ما تولعش في وشك. بقول لك ايه، بس الواد مجدي ده شكله واقع على شوشته. عرفتي منين؟ باين من صوته. ازاي يعني حمقته كده وقلقه عليكي، مش عشان عايز يعمل فيها راجل يعني، وازاي تنزلي من غير اذني والحاجات بقى اللي هم حافظينها مش فاهمينها دي. اه والله صوته كده واحد قلقان دخل البيت ما لقاكيش كان هيموت. ده مش حب يما، ده شكله العشق الاسود. ايه الاسود؟ لا بقول لك ايه، اتلحلحي شويه، انت ما تعلمتيش اي حاجه من البت المخفيه دي اللي اسمها ناديه؟ خلاص انا هخليه يمشي يقول رباب رباب رباب. طب بقول لك ايه بقى، يا رباب يا رباب يا رباب، لسه جايبه كام طقم مسخره، مش خساره فيكي. ايه ده؟ لا ما اقدرش. بت اوعى تكوني فضحتينا، ده جوزك يا هبله. لا لا لا، يقولوا عليا ايه في البلد؟ بلد مين ياما؟ جوزك. ايوه طبعا انا بهزر معاكي، يلا نخش نشوف. وانا اللي كنت فاكراكي مؤدبه. تعالي في حته طقم موف. يا لهوي. انتي سبب في كل اللي حصل لي. انتي فقر. انا خسرت الشركه اللي قعدت طول عمري اكونها بسببك، وخسرت صاحب عمري برضه بسببك، وقتلته بسببك. ايوه بسببك، انتي السبب، انتي السبب. ايوه بسببك. في ايه يا يوسف؟ مش عارفه في ايه يا فجرة، مش عارفه في ايه يا فجرة. انت السبب في كل اللي حصل لي، انت السبب. قتلت صاحب عمري بسببك. ايوه قتلته بسببك، قتلت صاحب عمري بسببك. لا لا لا، ده مش صاحب عمري، ده كلب وخاين زيي. يا سفله، يا خاينه، يا خاينه. اتفقتي مع طلعت ان انا اتجوزك عشان ابقى انا الخروف وتعيشوا مع بعض سوا سوا، وانا حمار حمار. يا خاينه يا خاينه يا خاينه يا خاينه. فين يوسف جلال الدين؟ انا يوسف.